إدارة الوزارة المنتدبة للإحصاء والاستشراف وضعت لها خطة عمل، وهذه الخطة أدرجت في برنامج عمل الحكومة الذي سيصادق عليه يوم الخميس القادم وسيمر إلى البرلمان فورا يعني من أجل مناقشته. وتقوم وزارتي على بوابتين اثنتين. البوابة الأولى هي ترقية الاستشراف والتخطيط عن بعد، وبالتالي نحن معنيون في برنامج عمل الحكومة بإنتاج رؤية الجزائر 2030-2035 وبإنتاج النموذج القياسي المتري 2050. هذا البوابة الأولى واللي هي بوابة الرؤية البعيدة المدى. البوابة الثانية هي البوابة الإحصائية، ونحن معنيون في برنامج عمل الحكومة فيما له علاقة بوزارتي بإنتاج المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية والاجتماعية المعروفة اختصارا بالسنيس، يعني لو سيستم ناسيونال دو انفورماسيون ستاتيستيكي سوسيال، وهذا يسمح لنا بالتقاط المعلومات في وقتها، تحيين هذه المعلومات، تخزين المعلومة الإحصائية ووضعها أمام السلطات العمومية سواء كانت حكومة أو ولايات أو بلديات لاستثمارها في وضع السياسات.